أميبا اضطربوا بكتيريا الغناء، رامز جلال بيسخر من حمو بيكا وكزبرة في برنامج رامز جاب من الآخر، وكمان أجر كل من حمو بيكا وكزبرة في الحلقة رقم 7 من رامز جاب من الآخر. أهلا بيكم متابعين الكرام في حلقة جديدة. استضاف النجم رامز جلال في الحلقة 7 من برنامج رامز جاب من الآخر مطربي المهرجانات حمو بيكا وكزبرة، وطبعا في بداية الحلقة أو في دخولهم للاستوديو بدأ يتريق عليهم ويسخر منهم ويقول لهم معانا المسجل والمشبوه، أميبا اضطربوا بكتيريا الغناء حمو بيكا وكزبرة. وفي الأوضة السوداء انفعل مغني المهرجانات حمو بيكا على أحمد خالد الشهير بكزبرة بعد ما قطع ملابسه وهدومه وهو خايف من الكلب، وبيكا قال لرامز تعبت والله مش كده يا كزبرة، لخبطت السلاسل العب بعيد يا عم، يا كزبرة انت اصفر ليه من جوه. وطبعا في الحلقة دي كان في تطاول بالإيد وفي تطاول باللسان من حمو بيكا على كزبرة، يعني حمو بيكا شتم كزبرة وكزبرة مد ايده على حمو بيكا، وطبعا كان الموضوع ده عبارة عن تسخين من رامز جلال ما بينهم وبين بعض. اما عن الاجر اللي تقاضاه حمو بيكا وكزبرة في الحلقة رقم 7 من برنامج رامز جاب من الاخر، فكل واحد منهم اخد 800,000 جنيه مقابل ظهورهم في الحلقة دي، وطبعا في حلقات جاية زي ما رامز جلال هيستضيف حسن شاكوش وطليقته ريم طارق وكمان ايتن عامر وسمية الخشاب، زي ما استضاف برضو قبل كده باسم سمرة واحمد السقا. وده كان موضوع حلقتنا النهاردة بخصوص ملخص الأحداث اللي حصلت في برنامج رامز جاب من الآخر الحلقة رقم 7 مع حمو بيكا وكزبرة.